طبعا التكه هواي ناس يسووها تطلع يابسه عندهم. هاي التكه لا ماكو يابسه. هسه اقول لكم شنو السر وشنو الطريقه شلون نطلعها علينا. يا ابو هاي الضلوع قاعد تتقلب علينا. هلا هلا هلا. السلام عليكم اصدقائي، اليوم راح اسوي لكم تكه لحم غير شكل. طبعا نور زوجتي رادت من عندي تكه صار لها 3 ايام، اريد تكه واريد تكه. يا قلنا اليوم معقوله زوجك طباخ وما يسوي ليش تكه؟ اتخسى. فعيني هذا التكه جبته هنا الفخذ. التكه مال العراق حصرا تكون من الفخذ الخروف. لا عجل ولا مدري شنو ولا ابد. تجيب هنا طبعا قلت له اريد بس اللحمه تقص بياها من نص من الفخذ، فاخذتها هي هاي مثل ما تشوفوها قدامكم. طبعا نجي هنا راح نقصها طلع العظم من عندها. والتكه العراقيه لازم تكون قطعتها كبيره. ليش؟ حتى تصير يابسه. هواي ناس يشوفوها بالبيت تطلع عندهم يابسه. هالمره راح اسويها مو يابسه وطريقه جدا حلوه. يلا خليكم ويانا خلينا نقطع اللحم. وهاي العظمايه وخرناها. هسه هاي تقدرون تستخدموها للطبخ اذا عندكم طفل صغير هسه وده يبلش ياكل فوروا له اياه راح تطلع عنده مضبوطه. اوكي هاي يا بعد ما سحبنا العظم وصارت جاهزه عندي. شلون وصلوا باعوها تخبل. هسه نجي نقطعها على شكل قطع كبيره، مو صغيره ولا كبيره كلش، وسط يعني. شوفوا شلون هسه راح اسوي لكم فد مثال لها. شوفوا هاي القطعه تشوفوها شو نسوي عيني؟ نجيب اها بهذا الشكل. شوفوا شلون القطعه الوحده ايش كبرها؟ هذا حجم، هذا اللي اريده اني. زين هسه نقصها منا همين ونجيب هاي منا انا. حتى شنو؟ هذا الشحم مالتها هو اللي حيعطينا الطعم. احنا بالمانيا يعني صعب نحصل اللي هي موجوده بس صعب نحصلها. يعني راح اسويها انا بالنسبه لي من دون لي، احنا دائما نحط وياها لي، عرفتوا؟ بس مثل ما قلت لكم القطع اهم شيء تسووها قطع مضبوطه وحجمها حلو حتى شنو تسوي وياكم بصوره صحيحه. وهاي التكه اصدقائي خلصناها هسه، تعالوا شو نسوي؟ نحطها على صفحه. هسه شو نسوي بعد عندنا؟ الضلوع. الضلع للضلع يا بابا، شلون ضلع؟ يخبل هذا. شو نسوي؟ نتبلها لازم. اصدقائنا بالنسبه للاضلاع شو يحتاجها؟ هاي تتبيلتها جدا بسيطه. تجيبون طاسه، هاي الطاسه عندنا، ونجيب هنا الثوم، هاي ثومايتين نخليها بالبرس، اذا ما عندكم ثرموها بالسكينه هم يصير. هاي نجيب هنا الملح، نخلي هنا ملح، هاي وحده شويه هيك حسب الكميه اللي عندي. بالاضافه فلفل ابيض، اكو فلفل اسود واكو ابيض، اي واحد تستخدمه ما ياثر، انا متوفر عندي فلفل ابيض. هم رشه خفيفه. هسه اصدقائي راح نستعمل شنو عندنا هنا؟ زيت الزيتون من منتجات ليوبار، طبعا متوفر جميع انحاء العراق، وهذا خالي من الكوليسترول والمواد الحافظه. هذا هنا راح نخلي هنا زيت الزيتون. اها. شو نسوي الحين؟ نجيب هنا خبطه. خلطة سريعة. حطينا الفلفل والملح والثوم وزيت الزيتون من منتجات ليوبار. تجيبون الفرشة هنا. اها شوف هلا 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 شفتوا عيني؟ هاي يحتاج لها فقط للاضلاع بهاي الطريقة وراح تطلع لها طعمكم طعمها يخبل. على فكرة إذا سويتوها من دون زيت راح تطلع عندكم يابسة، ترى لازم زيت حتى يطريها. أوكي عيني؟ هلا هلا لك عيني. هذني شنو؟ ايش قد احب الاضلاع يعني. انتم بالجماعه تحبون الاضلاع لو لا؟ ترى بالشوي يعني كارثه تصير بالنسبه لي للاضلاع. سويها بطعم كلش طيب. يلا هاي خلصنا من عندها. وحده الي، وحده النور، وحده اليوسف، وحده الايلا. خلينا نشوف. وهم وحده الي نرجع مره ثانيه. شوفوا شلون اصدقائي الاضلاع تخبل مو؟ يلا هسه شنو اصدقائي؟ نجي هنا على التكه لحم، خلصنا الاضلاع شغلته جدا سهله ما يحتاج لاي شيء. هسه جينا على اللحم. نجيب هنا الشاش مال التكه مالتنا. اول شيء شيشه قبل لا نتبلها قبل كل شيء.
وهاي اصدقائي اخر وحده كملناهن. زين عيني شلونها يخضلا هسه شو نسوي عيني؟ بعض هاي الطريقه هاي مهمه تسووها بالتكه. هواي ناس يسوون التكه ما تستوي عندهم لو تصير يابسه يعني ما يحبوها بالبيت، يروحون ياكلوها بالمطعم يقولوا شو تصير شو هاي طيبه بالمطعم دباع شلون. هاي اول شغله، هاي طبعا شغل البيت، المطاعم احنا شوي يختلف، بس شغل البيت تجيبون سكينه طبر اي شيء متوفر عندكم. وش تسوون بالشيش؟ باع الدقه. اها هذا ليش الدقه؟ الدقه حتى الحراره من تجي جوا يستوها على السريع من دون ما تحترق، عرفت شلون؟ بهاي الطريقه. وهي بداخل الشيش. ليش؟ حتى اخاف تنقص شيء تظل بمكانها مشلبه. باعوا؟ على الوجهين نسويهن. لك عيني شلون راح تطلع حلقوم هاي. شوف اصدقائنا شلون صارت الدقه تباعوها، هذا اللي اريده انا. هنا راح نستخدم ملح الهملايا. شوفوا اصدقائي. اها تمليحتها بسيطه. ملحناها بهالشكل، شو نسوي؟ قبل لا اقلبها اجيب هنا همي لو فلفل ابيض لو فلفل اسود، هم متوفر عندكم. زين عيني؟ باعوا؟ رشه خفيفه سريعه. خلصنا من عندها. نجي نقلبها على الصفحة الثانية ونفس الشيء همين بالملح. باعوا؟ اها هاي خلصنا من عليها وايضا رشة خفيفة. ها هي صار عندنا جاهز وكل سهلة طريقتها. هسه شو نسوي بعد اصدقائي؟ بعد ما خلصنا الملح والفلفل نجيب زيت الزيتون وهمين ندهنها. باعوا؟ هذا زيت الزيتون ما راح يخليها يابسة، ايضا من شركة ليوبارد. هذا اصدقائي صار جاهز عندي، تعالوا هسه نسوي الخبز وهالترتيبات والطماطة والبصل اللي نشوي بدون طماطة وبصل وهالسوالف ما نعتبر احنا شوي. يلا اصدقائنا هسه راح نحتاج خبز، خبز العيش العادي متوفر بكل مكان. ونجيب هنا الطاسة مالتنا الصغيرة. شو نسوي؟ راح استخدم هنا هذا اصدقائي دبس فليفلة، طبعا جديد على المصارحة. دبس الفليفلة اللي هو معجون الفلفل يصيحوا له، اوكي؟ نجيب طبعا هذا صحكم بيه بالمشى وتستخدموه يخبل. نجيب هنا هاي شوي هواي هاي خلي هيك. اها هيك يعني نص خاشوقه اكل. وش نسوي؟ نجيب ويا زيت الزيتون نخليه هم منتجات ليوبارد. شوي نخليه ندوب معجون الفلفل ويا الزيت. حتى شنو يصير عندنا لين حتى من ندهن الخبزه هاي بعدين نحطها على الشوي عيني وتطعم يخبل. اها شلون؟ نجيب هنا نقعدها وبهذا الشكل. شوفوا شلون لغمتها كلها الخبز هاي. هاي عيني بالشوي تاخذ طعم الفحم يوبو كارثه. وهاي اصدقائي الخبزتين صارت جاهزه عندي. يلا يا الى الشوي يلا. لا شنو؟ بعدنا الطماطم والبصل خلينا نسوي على السريع. هسه تعالوا على الشوي. يا ابو هذا الفحم بس بعد الجمر رهيب يا ابي. يلا نقول بسم الله. خلينا البصل منا والطماطم منا. هذا شو توزع الحراره بصوره صحيحه. هسه عيني نحط الطماطم منا والبصل منا انا. واول ما نبلش بالتكه نقول بسم الله. هسه اذا هيك اخليها اظل خاله هيك ما راح تستوي وياي راح تحترق. ليش؟ ليش؟ لان النار قريبه عليها. فش نسوي؟ ابعدها للنار. شوف شلون انزل الفحم. من انزل الفحم ابعدها عليها راح تجي حراره خفيفه، وعلى الحراره الخفيفه راح تستوي استواء يخبل. انتم بالبيت الفحم مالتكم مثلا المنقله مالتكم صرنا هاي قريبه نعرفها كنا العراقيين منقله مالتنا. فشو تسوون؟ تجيبون بطل مي وتزرفوه من فوق. كل ما تحسون حراره عاليه تبخوا لها بخه شويه حتى تخففون الحراره مالتها حتى شنو تستوي بصوره صحيحه من دون ما تحترق. هذا سر استواء التكه وما تصير عندكم يابسه وتصير عندكم طريه بداخلها. هذا السر فقط. النار مالتها بس نصوها شويه اللي جوا راح تصير استوى. بس شوفوا شوفوا شلونها عيني. لك عيني تخبل، هو هذا المطلوب. زين عيني هذا الشوي الصحيح.
انصي بيها واعلي بها، او هسه راح انزلها احسها انه صارت شقره من جوا. زين عيني با 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 با. والله اشتهيت لكم بشرفي خبال. هسه شو اللي نسوي عيني؟ نجيب الخبزايه مالتنا نسويها بهذا الشكل، حتى الخبزايه هم تاخذ نكهه مال الدخان. زين عيني اويلي يا ضيف وين تركها هيجي بابا عشان قاعد تشبع بالدخان لك عين الطعم راح يصير غير شكل. يابا ونجيب هاي الاضلاع مالتنا الحلوه ونقعده هنا أنا. بابا تسمعون هذا الصوت ماتش؟ هو هذا اللي اريده. شوفوا هسه صار اكو نار راح انزلها الفحم لي جوا. ليش؟ حتى لا يحرق لي اياها، ما بيها تحترق لان هي تحب تستوى على كيفها. ها قليباتي شكرا ايلا قلب مالي. وهسه نقول بسم الله ونقلب هاي. يا ابويا بس باعوها وينها؟ شلونها تخبل؟ وهسه اصدقائنا نجيب الخبزايه مالتنا وهم نسويها بهذا الشكل. ويلي يا بد باعوها. نحطها على هاي الخبزه، نحطها بالماعون ونشيلها استوت. يا بد بس باعوها. ما اعرف اذا يبين وياكم واضح او لا. وهسه اصدقائنا هنا تعالوا خلينا نذوق التكه مالتنا اللي سويناها وباعوها. الله هاي يسطع يوسف يموت على التكه. يوسف خذ له قطعه انت. الله نقول بسم الله للوالد الحلوه يرضق ويانا. يلا وهسه عيننا نجيبها من هنا وباعوها. شلونها؟ اويلي تخبل. نايو يو شلونها؟ اويلي شلون داخله مستوي؟ حلقوم خبر خبر ها صدق شلونها؟ طيبة؟ شو تسوي من فوق طيبة؟ اوه يا بابي خبر الارواح بابي يا بابي شلون طلع عيني اللي ضاعوا؟ بابي طيب هاي لا؟ يما القلب مالي يا بابي ارويني حلقوم يلا نقول بسم الله يا 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 أرويني يا أمي أتخبر بس بابا بابا يعني هو شو مستوي كلها مستوي تخبر ولونها رهيب أرويني يا أمي أنصحكم تسووها لهذه دقائق خلنا ناكل كلنا بعد تلات حلقتين. شكرا منتجات نيو بارك رعاية هذا الفيديو. تحياتي لكم مع السلامة. شكرا.